بين الهدايا والسلام، ومن وصايا نبينا خير الأنام. ببعث رسائل كلها ود ويام، الوفا والجود واخلاق الكرام، والتعامل بيننا كل احترام. الاهل والجار وحقوق الطريق، والمعونة للغريب وللصديق، والتسامي في المبادئ والقيام، والشكر لله على كثر النعم. والتكاتف في الشدايد والمحن، والوفاء للأرض وحب الوطن، السعادة للبشر هي غايتي، ومن شذ الإسلام فحوى رسالتي. بعد 10 سنين من الغربة رجع موسى عليه السلام مع زوجته إلى مصر، مشتاقا إلى أمه وأخته وأخيه. وفي الطريق اشتد عليهم الظلام والبرد، ورأى من جانب جبل الطور نارا. يصف الله سبحانه وتعالى المشهد ويقول: فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. مشى موسى عليه السلام في هذا الظلام إلى الجبل، وهو لا يعلم أنه يمشي إلى أعظم تكريم وتتويج، وهو شرف وسام كليم الله، ليفوز بعز النبوة ومجد الرسالة. قال الله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أمره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يذهب إلى فرعون وقومه. عندها تذكر موسى عليه السلام ذلك الرجل الذي قتله في مصر، وتذكر تلك المؤامرة لقتله، وتذكر جبروت وطغيان فرعون وكيف يقف أمامه. فلما علم أن هذه المهمة من أصعب المهمات، طلب من الله أن يعينه بأصدق قوة، فقال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. فأجابه الله تعالى وقال له: سنشد عضدك بأخيك. فمن يكون يا أحباب عونك وذراعك في أصعب الظروف إن لم يكن أخوك؟ قال الله تبارك وتعالى على لسان موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ونحن نقرأ في القرآن هذه الآية: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. أحيانا نحتاج لمن يشعر وليس لمن يسمع. أخوك وهو الشخص الذي مهما مثلت على الناس وقلت إن ما فيك شيء ما تقدر تمشيها عليه، هو الأمان. الأمان يا أحباب هو أنك تملك شخصا تأتيه حين تحزن، وأنت متأكد أنك لن تذهب عنه
إلا وقد ابتسمت. فهذا يوسف عليه السلام عندما رأى أخاه بعد فراق طويل آوى إليه أخاه، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس. ما أجمل أن تجد في حياتك من يداوي جراحك ويؤمن مخاوفك ويمسح على صدرك ويزرع الأمل في طريقك. هي علاقة عظمها ديننا العظيم، وتكلم عنها المتقدمون والمتأخرون، وحدث من خلالها قصص وفاء وتضحيات رجال. فكم من أخ وقف في وجه الكل دفاعا عن أخيه، وكم من أخت لا يذكر أخوها غير اسمها عند الملمات، بل حتى في الجاهلية. فهذا مهلهل ابن ربيعة لما قتل أخوه كليب رثاه بقوله، يقول: كليب لا خير في الدنيا ومن فيها، إن أنت خليتها في من يخليها. نرمي الرماح بأيدينا فنوردها بيضا ونصدرها حمرا أعاليها. لا أصلح الله منا من يصالحهم ما لاحت الشمس في أعلى مجاريها. فقامت حرب 40 سنة وقتل فيها الخلق الكثير بسبب حب الأخ لأخيه. الأخ هو حزام الأمان الذي يخافه السيء من أعدائك، والصخرة التي تتكئ عليها وسط عواصف العمر، وذاك الجبل الذي تستند عليه عند الشدائد. كيف لا ورب الكون يقول: سنشد عضدك بأخيك. لم يختر الله من الأقارب لشد العضد إلا الأخ. رسالتي. من المؤسف أن تمر الأيام والشهور بل والسنين والأخ لا يسلم على أخيه أو أخته، ولا يعرف أبناء أخيه وهو عمهم تاركا أخته سنوات لا يكلمها. وحينما يرى فتاة غريبة يقول لها: اخذي راحتك، اعتبريني مثل أخوك. وهو بينه وبين أخته وأخوانه قضايا في المحاكم على أتفه الأمور. ألا يتذكر أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم؟ قال له أخوه هارون عليه السلام: يا ابن أمي. ذكره بأمهما لأنها أشفق وأرحم وأرق، كأن يقول الرأفة: فأنا أخوك. ثم قال لها: فلا تشمت بي الأعداء، فشماتة الأعداء بأخيك يعيبك أنت أيضا. ثم قال موسى عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فما أجمل الأخوة في أسمى معانيها: خلاف فهدوء فاعتذار فتسامح ثم دعاء واستغفار. ولنا عبرة بقصة نبي الله يوسف عليه السلام مع إخوته وما حصل بينهم من حسد، عرض يوسف للموت وللسجن، إلا أنه صبر وقال لهم: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فتحاشى كل ما يوتر علاقتك بأخيك، فلن تجد والله في هذه الدنيا شخصا يشد عضدك مثله. رسالتي. كم من شخص تربى على يد أخيه الكبير وعاش معه كابن له، فحينما يرحل الأب عن الدنيا أو يغيب، فإن الأخ الأكبر يبقى خير معين لإخوته، فعليه أن يكون رفيقا بهم، لينا في التعامل معهم، وعلى إخوته طاعته واحترامه.
كما أن عليه أن يتنازل ويتغافل عن زلات إخوته وأن يرتدي ثوب الأبوة الحاني. فالقيادة يا أحباب يجب أن تكون بالحب وليست بالتسلط وفرض الرأي بالقوة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. رسالتي مهما بلغ الشخص من القوة فلا غنى له عن الأخ، فاغرس في أبنائك سنشد عضدك بأخيك. كل الآباء والأمهات يحلمون بعلاقة مثالية من الحب والود بين أولادهم، ولكن للأسف بعض الآباء والأمهات هم السبب في تباعد الأولاد. فلا بد أن نفرق ما بين المصروف وما بين الهدية. فليس من العدل يا أحباب أن نساوي بين مصروف ابنك الصغير وبين مصروف ابنك الذي يدرس في الجامعة، فالحاجة تختلف، ولكن أقصد العدل في المعاملة والعطاء. رسالتي. جلس رجل فجاء ابنه وضمه وقبله وأجلسه في حضنه، ثم جاءت ابنته فأجلسها بجانبه. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا عدلت بينهما؟ نعم يا أحباب، العدل حتى في القبلة والحضن والابتسامة واللعب. فالطفل يلاحظ كل شيء ولا ينسى، فمن زاد هذا عن ذاك خسر الاثنين. الأول يزيد دلاله ويفشل بالحياة، والثاني يقسو قلبه عليك. جاء رجل آخر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: إني أهديت ابني هذا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. البعض يسكن أحد أبنائه عنده في البيت ويتكفل فيه، ويترك الآخر يسكن أجار ولا يساعده بشيء. قد لا يتكلم الأبناء، لكن ستجد الغيرة والحقد يعيشان في بيتك. يا أحباب، إن أردت أن يكون أولادك لك في البر سواء، عليك أن تكون لهم في العطاء سواء. علم أبنائك قيمة التعاون فيما بينهم. اشتراك الأم مثلا مع الأبناء لشراء هدية للأب أو العكس، أو الاشتراك مع الأبناء لشراء هدية يفاجأ بها أخوهم المتفوق في الدراسة. يشاركون بعضهم البعض التفكير. اجعل أبنائك يتشاركون: ما رأيكم؟ من يغلفها؟ أين نضعها؟ نكتب معها رسالة أم لا؟ متى نقدمها؟ وهكذا. اجعل الأبناء كلهم يتشاركون، إنهم يفاجئون أحد إخوانهم لكي يشترك الجميع بالفرحة، فهذا يزيد محبتهم لبعض ويشجعهم على النجاح. فأجمل لحظات العمر أن ترى أبنائك وبناتك متحابين حولك. رسالتي. الأخوة هم رفقاء الطفولة والشباب والكبر ومستودع الأسرار. جمعكم دم واحد واسم واحد أو رحم واحد. قد لا يخبروك أبدا بأنهم يحبونك أو أنهم مهتمون لأمرك، ولكن ثق تماما أنك تهمهم جدا، وسيصبحون لأجلك أكثر من أي شخص آخر. يكفي أن تواصلك معهم زيادة في الرزق وفوز بالجنة. من قبس دين الهداية والسلام، ومن وصايا نبينا خير الأنام، ببعث رسائل كلها ود ويام
الكرام والتعامل بيننا كل احترام. الأهل والجار وحقوق الطريق والمعونة للغريب وللصديق والتسامي في المبادئ والقيام والشكر لله على كثر النعم. والتكاتف في الشدايد والمحن والوفاء للأرض وحب الوطن السعادة للبشر هي غايتي ومن شذ الإسلام فحوى رسالتي